السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ مع حضراتكم محمد عبد الباسط، مدرس مساعد قلب جامعة الزقازيق. هنتكلم النهاردة عن موضوع الكرونيك كورونري سيندرومز. الحقيقة الكرونيك كورونري سيندرومز ده يمكن المصطلح جديد عليكم شوية. كان قبل كده في عندنا حاجة اسمها اكيوت كورونري سيندروم، وفي عندنا حاجة اسمها ستيبل انجينا. مصطلح الكرونيك كورونري سيندروم ده مصطلح جديد في الجايد لاينز الجديدة، هنعرفه مع بعض ان شاء الله. مبدئيا احب اعرف حضراتكم بالكونتا بتاعتي، لو حد محتاج اي حاجة مني في اي وقت يكلمني، سواء تليفونيا سواء ايميل، عايز يتفرج على اي حاجة على اليوتيوب على الفيسبوك، انا تحت امركم في اي وقت ان شاء الله. المصطلح الجديد بتاع الإرشادات الأوروبية اللي هو يسمى كرونيك كورونري سيندروم ده بيشمل معايا، والحتة دي للعلم يعني أنا مش هفرضها عليكم، ولكن من باب العلم بالأبديتس، في عندنا 6 كاتيجوري ضموهم تحت مصطلح كرونيك كورونري سيندروم. أول مصطلح إن واحد suspected coronary artery disease وعنده stable angina symptoms or dyspnea. اللي هو مين اللي انت كنت شاكك فيه ستيبل انجاين؟ طيب واحد سسبكتد كورونري ارتري ديزيز وجاي لك بكومبليكيشن نيو اونست هارت فيلير او نيو اونست ال في ديسفانكشن، ده الكاتيجوري الثاني من الكرونيك كورونري سيندروم. في واحد كان عنده اكيوت كورونري سيندروم او عامل ريفاسكولاريزيشن وجاي لك اقل من سنه، يعني لسه ما عداش عليه سنه، واحد تاني عدى عليه سنة سواء اسيمتوماتيك او سيمتوماتيك، ده يندرج تحت ايه؟ كرونيك كورونري سيندروم. او واحد انت شاكك ان هو مايكرو فاسكولار انجينا او فازو سباستيك انجينا، يعني الموضوع مش اثيروسكلروزس، الموضوع فازو سبازم. او واحد اسيمتوماتيك وجاي بالصدفة بيكشف لقي ان في كورونري ارتري ديزيز. ده كله بيشمل او بيندرج تحت ما يسمى بالكرونيك كورونري سيندروم. ولكن بيني وبينكو احنا النهاردة بنتكلم عن ستيبل انجينا، محدش يشتت دماغه. المفروض ان اخر المحاضرة دي يا شباب نبقى عارفين يعني ايه انجينا، ايه اسباب الانجينا، ايه الريسك فاكتورز اللي تدخل المريض في كورونري ارتري ديسيز، ايه الباثوفيسيولوجي، ايه اللي بيحصل، طب المريض ده بيجي ايه الكلينيكال بريزنتيشن، اطلب له ايه انفستيجيشن وعالجه ازاي. يبقى انا كده ايه حوطت اللي انا مطلوب مني في المحاضرة النهاردة ان شاء الله. نبدأ بكيس بريزنتيشن. طبعا الانجينا بتيجي مع الاسترس، الاسترس يعني دكاترة اللي هم جيش مصر الابيض. دكتور خليفة ده عنده 55 سنة، مسكر وعنده ضغط وتخين وبيدخن وسيدنت اللايف، من العيادة للعربية للمستشفى، ما بيجريش ما بيلعبش رياضة، جاي بيشتكي من بريكورديال شيست بين بقاله 6 شهور. طب وايه اللي مسكته على نفسه 6 شهور؟ دكتور يعني، ما انت عمرك شفت الدكتور اول ما بيشتكي بيروح يكشف بيدنه مستحمل على نفسه لغاية لما يتهربد وبعد كده يبقى يروح يكشف معه. النهاردة هنتعلم حاجة جديدة ممكن تكون انت سمعتها قبل كده وممكن ما تكونش سمعتها، هي initial assessment of critically ill patient. واحد جاي لك بيشتكي، يا راسي، يا صدري، يا رجلي، المفروض جاي لك لو جالك في الاستقبال هتعامله كأنه critically ill patient. وcritically ill patient المفروض انت تبص عليه ازاي؟ A B C D E. اي عيان كريتيكالي ال جاي لك الاستقبال بيشتكي لازم تعمل له انيشال اسيسمنت ب A B C D E، وبعد كده تكمل مع العيان حسب ما يشتكي. ايه اللي هو الاير واي؟ بي البريسنج، سي سيركيوليشن، دي ديسابيليتي، والاي هي الاكسبوجر. حضرتك المطلوب ان انت تطلع من البكالوريوس ممارس عام محترف، يعني تتعامل مع الامرجنسي وتتعامل مع الكومون ديزيز. جالك المريض ده المفروض انك تكلمني تقول لي ايه؟ لو سمحت يا دكتور انا معايا حاله في الاستقبال بيشتكي من شيست بين، الاير واي بيتنت، البريس اديكوت شيست موفمنت، ريسبيراتوري ريت 14 في الدقيقه،
كلير باك، سمعت بالسماعة لقيت الباك كلير، الاكسجين ساتوريشن 98%، فانا ما اديتلوش اكسجين، الواجب اللي بتعمل في الاستقبال ده مش مطلوب. وعنده انتكت سنترال اند بريفرال بالسيشن، والبلاد بريشر بتاعه 140 80 على البوث سايدز، والبالس ريت بتاعه 90 في الدقيقة، وسحبت منه عينة اي بي جي وبعتها تتحلل. يا سلام على الكلام. ديسابيليتي، بيشنت از اليرت وستيلو الراندم بلاد شوجر 130، احسن يكون دايابيتك كيتو اسيدوزس او هايبوجلايسيميا او ايمرجنسي ليها علاقه بالبلاد شوجر ليفل. وبعد كده فحصته وعملت له اكزامينيشن، كده تبقى انت 100 100. ليه؟ لان انت مش هيفوتك حاجه فيتال، مش هتتعامل مع الدكتور خليفه وتكمل كلام معاه وهو هايبوكسيك محتاج اكسجين، مش هتكمل معاه وهو ميتابوليك اسيدوزس محتاج يغسل كلى، مش هتكمل معاه وهو هايبوجلايسيميا ويطب منك ساكت ويبقى محتاج جلوكوز. يبقى ايه المفروض؟ ان الواحد بيتعامل بمنطق الاولويات. ايه الاولوية؟ ايرواي، بريس، سيركيوليشن، ديسابيليتي، ثم ما يأتي اي حاجة بقى ايه تيجي بعد كده. جيت تتكلم بقى مع الدكتور خليفة بعد ما اطمنت على الاي بي سي دي اي، لقيته هايبرتنسيف من 10 سنين وماشي على املوديبين 10 مللي جرام وانس ديلي. ايه الاملوديبين ده؟ ايوه، كالسيوم شانل بلوكر. انهي نوع من الكالسيوم شانل بلوكر؟ دايهيدروبيريدين كالسيوم شانل بلوكر، اللي هو الفازو دايليتور كالسيوم شانل بلوكر. ودايابيتك من 15 سنه وماشي على انسولين وميتفورمين، وبيشتكي من ديفيوز بريكورديال كومبريسنج بين، بيزيد بالمجهود، يقعد 10 دقايق لما يستريح يخف، والموضوع ده ستيبل بقاله 3 شهور، وممكن تحط تحت ستيبل 3 شهور دي مليون خط. ليه؟ لان المريض علشان تقول عليه ستيبل لازم الشكوى بتاعته تكون نفس الشكوى بقالها اكتر من شهرين. يعني لو واحد جاي يقول لك انا جالي شيست بين من 10 ايام بيروح ويجي، لا ده مش ستيبل، ده انستيبل، يندرج تحت ريسنت اونست شيست بين، احد معايير الانستيبل انجاين. ولكن واحد بيقول لك انا بقالي 3 شهور او 6 شهور كله مبذل مجهود، يجي لي وجع بالكيفية بالدرجة المعينة دي وثابتة معايا، بتيجي لي مرة في الاسبوع مرتين في الاسبوع وثابتة معايا لهذا الحد، كده انت داخل تحت الكاتيجوري بتاع الستيبل ديسيز، ما دون ذلك هو unstable disease. طيب عملت الاكزامينيشن زي الفل، ما لقيتش في الاكزامينيشن بتاعه لا اوسكالتيشن ولا انسبكشن ولا بالبيشن ولا الكلام ده كله. فاحنا دلوقتي قدام شيست بين فور ديفرنشال دايجنوزس، ولازم تعود نفسك كجي بي ان العيان ديفرنشال دايجنوزس مش وان دايجنوز. طب ايه اسباب الشيست بين التانية؟ والله في عندنا كاردياك كوزس اوف شيست بين زي الاكيوت كوروناري سيندروم، زي الاورتيك دايسكشن، زي البيريكارديتس، زي المايوكارديتس، الفالفولار ديسيز والبرولابس ساعات بيعمل شيست بين. وفي حاجات نون كاردياك شيست بين زي الاسوفيجيال سبازم، والاسوفيجيال سبازم دوت رهيب. ليه؟ لان بيجي له بين ياخد سابلينجوال نيتريت البين يخف، فتشك ان هو انجينا وهو اصلا اسوفيجيال سبازم. بيبتيك ألسر، نمونيا، بالمونري امبوليزم، نيوموثوراكس، نيورولوجيكال، هيربس زوستر، واحد يقول لك انا عندي بيرننج شيست بين على الليفت سايد ومحزمني، ويمشي معاه انجينا والكلام ده كله، بعد اسبوع تبص تلاقي بقى فيه فيزيكلز طالعه، تقول اه ده الشيست بين ده كان ايه؟ كان هيربس زوستر وماسكولوسكليتال زي الاوستيو كوندرايتس. والبرنس بقى بتاع الاستقبال هو الكاردياك نيوروزس. كاردياك نيوروزس ده مش زي ما بعمل لك كده، ده مش جنان، ده مرض فعلا. السايكولوجيكال ديسيز از ديسيز مش مالينجرنج. في فرق بين واحد مريض نفسي وفي فرق بين واحد بيدعي المرض. اللي بيدعي المرض دوت بيدعي المرض لهدف ما. انما الواحد اللي عنده سايكولوجيكال ديسيز لا، ده مريض الانكزايتي، دي مرض، وتعمل شيست بي وتعمل بالبتيشن وتعمل اعراض كتير مشابهة في القلب. تمام، كاردياك نيوروزس.
الانجينا الديفينيشن بتاعها يا شباب معناها ان حصل شيست بين بسبب امبالانس بتوين الاكسجين ديماند والاكسجين سبلاي، يا اما الاكسجين ديماند زاد يا اما الاكسجين سبلاي يقل، فهيحصل شيست بين. طب والشيست بين ده بيحصل ليه؟ علشان accumulation of metabolites، accumulation of metabolites. تيجي بقى تتكلم على اسباب الانجينا. اسباب الانجينا ايه؟ يا زياده الاكسجين ديماند يا نقص الاكسجين سبلاي. زياده الاكسجين ديماند مع التاكي كارديا، يا اما زودت الهارت ريت يا اما زودت الماسل ماس. الماسل بلاد سبلاي بتاع القلب ثابت، فانت اما تبقى في عندك ليفت فينتريكولار هايبرتروفي فحجم العضله هيزيد فوق مستوى البلاد سبلاي. النقطه الثانيه، ال LVH ده بيحصل بسبب ان في بريشر اوفرلود على القلب. البريشر اوفرلود على القلب ده يعمل سب اندوكارديال اسكيميا ويعمل انجينا. يبقى زياده الاكسجين ديماند يا اما زودت الهارت ريت يا اما ليفت فينتريكولار هايبرتروفي. وانا اتحدى اي حد سيدنتري دلوقتي لو طلع على المشايه وجري بسرعه هيدخل في شيست بين وهو نورمال. ليه؟ لان لياقته لا تسمح بهذا، فهيدخل في شيست بين وديسنيا وبالبيتيشن ويرجع هيتبهدل، الا لو هو بيمارس رياضه بشكل مستمر. او نقص الاكسجين سبلاي، ونقص الاكسجين سبلاي دوت يا اما فانكشنال حاجه وظيفيه يا اما ميكانيكال. فانكشنال يعني الدم واصل مفيش حاجه، مفيش استينوزس، بس الدم نفسه ديفيشنت اوف اكسجين، يا اما في هايبوكسيا يا اما الهيموجلوبين اللي بيشيل الاكسجين قليل، يبقى الانيميا والهايبوكسيا. طب ميكانيكال؟ لا، يبقى الشريان مش موصل دم. واشهر سبب للميكانيكال كوزس هو الاثيروسكلروزس. يعني شايف الكلام كله على الاثيروسكلروزس في الكورونر ارتري ديزيز، ده سبب من اسباب. هو صحيح الموست كومن كوز، ولكن في اذر كوزس. سبازم، واحد ما عندوش اثيروسكلروزس بس بيدخل في سبازم يعمل له شيست بين، السبازم يفك الشيست بين يروح. امبوليزم، واحد عنده ثرومبوفيليا وجسمه قاعد يكون امبولاي، ممكن يحصل كورونري امبوليزم، وخاصة في الحوامل. يعني الحامل اللي يجي لها مايوكارديال انفاركشن لازم تشك في حاجات تانية غير الاثيروسكلروزس، ده لسه يعني هي في الاستروجين ومفيش اثيروسكلروزس. دايسكشن، حصل دايسكشن خد الكورونري وقفل مايوكارديال بريدج. عارف يعني ايه مايوكارديال بريدج؟ يعني كوبري. يعني ايه كوبري؟ يعني الشريان دخل جوه العضله وطلع تاني، فلما العضله بتنقبض بتعصره تعمل فيه سبازم، ده اسمه مايوكارديال بريدج. فلما الواحد يبذل مجهود والكونتراكشن يزيد فتضغط على الشريان وتعمل انجاين، يقعد يريح ياخد بيتا بلوكرز ياخد حاجات تهدي الهارت ريت والكونتراكتيليتي، الشيست بين يتحسن ويروح. والاورتيك ريجيرج، والاورتيك ريجيرج دي عايزك تدخل تدور عليها وتعرف ليه الاورتيك ريجيرج بيعمل انجينا وخاصة بالليل، وابعتها لي على الايميل او على الواتس او على الفيسبوك. يعني ده الهوم ورك بتاعكم، تمام؟ ليه الاورتيك ريجيرج ممكن يعمل انجينا؟ اللي يدور عليها ليه عندي جايزة حلوة. طب ايه الريسك فاكتورز اوف كورونري ارتري ديسيز؟ كتير، سموكينج، لخبطه في الاكل، سيدنتري لايف، اوبيزيتي، هايبرتنشن، هيريديتري فاكتورز، ديسليبيديميا. طب تسالني انت ايه اهم واخطر عامل في دول؟ الديسليبيديميا. ليه؟ لان الديسليبيديميا او بالاخص الكوليسترول وبالاخص ال LDL كوليسترول هو ده ايقونه حدوث الاثيروسكلروزس. علشان كده الجمعية الأوروبية عملت توصية بمنع حدوث الكوروناري أثيروسكلروزس. راحوا جايبين الناس اللي فوق أكتر من 40 سنة وشافوا الريسك بروفايل بتاعهم وقاسوا ال LDL وقاسوا التوتال كوليسترول، وقال لك إن فوق رقم معين الريسك بتاعه هيبقى عالي، فلازم ياخد ليبيد لورنج دراج حتى لو كان أسيمتوماتيك. ده فور بريفنشن اوف كورونري اثيروسكلروز. السموكينج ده حاجه انت شايفها فهتقول له وقف، الهايبرتنشن بيقيسه هيعالجه، انما الديسليبيديميا هي اخطر، لازم يتعمل لها تحليل ولازم يتاخد اجراء بناء على التحليل علشان
تحمي صحة القلب من الكورونري أثيروسكلروز. طيب ايه الباثوجينيسيس اوف اسكيميك هارت ديزيز او الكرونيك ستيبل انجينا؟ تعالى كده نشوف مع بعض الفيديو دوت. الموضوع كله بيبدأ مع الريسك فاكتورز ومع التقدم في العمر. مع التقدم في العمر والديابيتك وهايبرتنشن وسموكر وديسليبيديميا يبدأ يتكون اسيرومتاس بلاك في الكوروناري ارترز، اسيرومتاس بلاك، ولكن الاندوسيليوم بتاعها هيلسي كويس، الاندوسيليوم ما فيهوش مشكله. طيب عند اللقطه دي هو ستيبل. ليه ستيبل؟ لانه ما عندوش شيست بين اتريست وهو نايم مستريح كويس. وهو نايم مستريح كويس ما عندوش مشكله. الاستينوزس دوت مكفيه ديورنج ريست، بس لما يجي يبذل مجهود الاستينوزس ده مش مكفي العضله فيدخل في اكزيرشنال شيست بين. وكل لما الاستينوزس بيزيد كل ما الفريكوانسي والانتنستي والديوريشن بتاعت الشيست بين تزيد. عند لحظه معينه العيان ده عرضه ان هو يدخل في اكيوت كورونري سيندروم. ازاي؟ قال لك لو حصل رابشر اوف اسيرومتاس بليك، لو فرقعت يعني حصل انستابيليتي. شايف الفرقعه اللي هتحصل دلوقتي دي؟ بص البليك فرقعت، فبقى دلوقتي في عندي رف سيرفيس مواجه للبلد، فيبدأ يتكون عليه الار بي سيز والبليتلت ويعمل مايوكارديال انفاركشن. يبقى احنا كده طلعنا من الانستابيليتي، طلعنا سوري من الاستيبل انجينا لانستيبل انجينا واكيوت كورونري سيندروم، وممكن توصل لاكيوت مايوكارديال انفاركشن. انما قبل كده جاست ستينوزس، يبقى احنا بنلعب في الكاتيجوري اوف كرونيك ستيبل انجينا. كويس اوي. الكلينيكال برزنتيشن بتاع الاستيبل انجينا او الكورونيك كورونري سيندروم ايه؟ اكزيرشنال شيست بين، وتحليل الشيست بين في الشيت بتاعك اونست كورس ديوريشن سايت راديشن الكاركتر والسيفيريتي وات انكريز وات ديكريز وايه الاسوسيشن. يعني تقول والله الدكتور خليفه بيشتكي من مثلا اكيوت اونست، لو انت بتتكلم على اكيوت مايوكارديال انفاركشن، اكيوت اونست بروجريسيف كورس اوف شيست بين ستارتد 9 اي ام بريكورديال ديفيوز ان بريكورديوم ريفيرد تو ذا ليفت شولدر كومبريسنج ان كاركتر سيفير انكريز بالاكزيرشن نوت ريب بالريست لان هو اكيوت كوروناري مش ستيبل انجينا واسوشيتد وذ ديسنيا بالبيتيشن واتسفر. الانجينا الستيبل انجينا بتيجي باكزيرشنال شيست بين، يجي يريح يستريح، يجي يمشي يجي له شيست بين. طب في بعض الناس بيجي لها اكزيرشنال ديسنيا مش شيست بين، ودي تدخل تحت الكاتيجوري حاجه اسمها انجينا ايكويفالنت، يعني شكوى تعادل شكوه الانجينا البين اكزيرشنال ديسنيا. وممكن واحد يجي باكزيرشنال بالبيتيشن ويبقى ischemic heart disease، وممكن واحد يجي باكزيرشنال فاتيج او اكزهوشن، والنقطه دي غايه في الخطوره. يعني لو حد قريبك فوق ال 40 50 سنه سموكر وعنده ريسك فاكتور يقول لك يا دكتور انا كان مجهودي قبل كده كويس دلوقتي بحس بتعب مع المشي. اوعى تفوت الكلمه دي، تعب مع المشي، نهجان مع المشي، ضربات قلب بقت بتسرع مع المشي، وجع مع المشي. والوجع دوت يمسك اي حته، لو قال لي اكزيرشنال جو بين، اكزيرشنال ايبيجاستريك بين، اكزيرشنال شيست بين، اكزيرشنال باك بين، المهم انها اكزيرشن. وهنعرف دلوقتي ايه الفرق بين التيبيكال بين والاتيبيكال والنون كاردياك بين. ممكن لو دخل في شويه فيجال ستيميوليشن يدخل في شويه فينتنج ديزنس نوزيا فوميتنج الكلام ده كله. طيب في عندنا بقى كرايتيريا للتيبيكال والاتيبيكال والنون انجينال كارديو. تيبيكال انجينا يعني التلاتة
كاركترز اللي جايين دول موجودين، ان هو يكون كونستريكتنج في الفرونت اوف شيست او النك او الجو او الشولدر او الارم واحد، ويكون بيزيد بالاكزيرشن او بريسيبيتيتد بالاكزيرشن ويريليف بالريست او النيتريتس ويزن 5 مينتس. لو التلاتة كرايتيريا دول موجودين يبقى ده تيبيكال انجينا. طب لو اتنين بس اللي موجودين يبقى اسمه اتيبيكال انجينا. يعني مثلا واحد بيجيله اكزيرشنال مثلا بين عند الامبلايكس، مش ايبيجاستريك مثلا، ايبيجاستريك بين بس بيجي مع الاكزيرشنال ويريف بالريست، يبقى ده كده اسمه اتيبيكال. تمام. طيب لو واحد او زيرو من الكاركترز دي يبقى نون انجينال شيست بين. يبقى مبدئيا لما تيجي تكلم دكتور قلب تقول له والله انا معايا مريض بيشتكي من شيست بين، يبقى المفروض تقول لي هل ده تيبيكال انجينا ولا اتيبيكال انجينا ولا نون انجينال شيست بين. ليه؟ لان ده هيبنى عليه الورك اب اللي هنقوله بعد كده. طيب هل في جريدنج للشيست بين؟ اه والله لو كان الجريد الشيست بين ده بيجي مع الاكسترا اوردينري ايفورت ده كنديان كلاس 1، لو مع الاوردينري ايفورت ده كنديان كلاس 2، لو ليس ذان الاوردينري ايفورت ده كنديان كلاس 3، لو بيجي اتريست يبقى ده كنديان كلاس 4. ده بالنسبه للجريدنج اوف انجين. طب الانفستيجيشنز اللي احنا بنطلبها للمريض ده، احنا بنعمل انفستيجيشنز to diagnose ischemic heart disease and investigations to check the risk factors. ممكن نعمل اي سي جي، بس خلي بالك لو قدرت تعمل رسم القلب ساعة الشيست بين هتلاقي ischemic اي سي جي changes in the form of T wave inversion, in the form of ST depression او ST elevation whatever، هتلاقي فيه اي سي جي changes. يعني العيان ده مثلا دكتور خليفة عنده تيوف انفيرجن في في واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، وليها كرايتيريا انها سيمتريكال وديب، يعني ماشية مع الاسكيميك هارت ديسيز. بس لو عملت للدكتور خليفة ان بتوين الاتاكس الاي سي جي هتلاقيه نورمال. ليه؟ لان مفيش اسكيميا اتريست، احنا لازلنا في ستيبل كوروناري ارتري ديسيز. ممكن نعمل ايكو، اه نعمل ايكو عشان نشوف ال ال في فانكشن. ويا سلام بقى لو انت بتعمل له ايكو ساعه الشيست بين عشان تيفاليويت الريستنج وول موشن ابنورماليتي، لو لقيت العضله دي بتتحرك احسن من العضله دي هتقول والله اه في هايبوكاينيزيا في ال ال اي دي تريتوري الليفت انتيريور ديسندنج ارتري تريتوري، او هايبوكاينيزيا في الرايت كوروناري ارتري، او هايبوكاينيزيا في الليفت سيركمفليكس. ده كل الايكو ممكن ايه ممكن يطلع. طيب الروتين لاب علشان الريسك فاكتورز والاسباب لازم نعمل سي بي سي ليكون انيميك، نعمل كيدني فانكشن تيست ونعمل ليفر فانكشن تيست علشان الميديكال تريتمنت. وخلي بالك كان في مره عيان جاي اكيوت كوروني سيندروم العنايه ومحدش عمل له انيشال اسيسمنت بالاي بي سي دي اي، وقعد طول اليوم ياخد انتي اسكيميك دراجز ومحدش سحب له ارتيريال بلاد جاز، ولما سحبنا له اي بي جي على اخر اليوم لما لقيناه نوت ريسبوندنج لقينا سيفير ميتابوليك اسيدوزس، بنسحب وظائف الكلى لقينا الكريات بتاعه 10.5. ده عنده يوريميك بيريكاردايتس، الراجل ده راح غسل وخد البروفين والكولشيسين، الشيست بين اوف. ليفر فانكشن تيست، كيدني فانكشن تيست، نعمل بي تي وبي تي تي واي ان ار. ليه؟ لان الراجل ده هياخد انتي ثرومبوتكس، فانت لازم تبقى مطمن على الكواجوليشن بروفايل بتاعك. نعمل الليبيد بروفايل علشان ده ريسك فاكتور، لو عالي هنديله ستاتينز والراندوم بلاد شوجر. طب الورك اب انت كدكتور او نفسك تبقى متخصص قلب، العيان ده بنعمل له ورك اب ازاي؟ بندخله على بري تيست بروبابيليتي، مش مهم تعرف بتتحسب ازاي ولا السلايد ده عليك، بس تبقى فاهم الدنيا بتمشي ازاي. البري تيست بروبابيليتي بتعتمد على الايج وعلى الجندر وعلى التيبيكاليتي اوف شيست بين. يعني مش هعامل
واحدة بنت عندها 18 سنة بتشتكي من غزة زي واحد عنده 70 سنة راجل وبيشتكي من exertional chest pain، بيشتكي من typical angina. ده low probability of angina، إنما ده high probability of angina. لو أنا عندي high probability أو high risk، ده باخده من إيده يعمل invasive coronary angiography، بدخل أصوره في القسطرة. لو low، ده medical treatment to review other diagnosis. لو intermediate probability أو intermediate risk وهو كل الانفستيجيشنز بتاعته ات ريست نورمال، اقول طب بص يا عم، وانت قاعد قدامي رسم القلب بتاعك كويس والايكو كارديوجرافي بتاعك كويس، انا هاخدك اجريك واشوف اللي تشينجز وانت بتجري ستريس تيست، والستريس تيست ده ممكن يتعمل اكسرسايز اي سي جي، ممكن يتعمل فارماكولوجيكال ان انت تدي دواء يخلي الهارت ريت يزيد زي الدوبيوتامين وتشوف الاسكيميا بالايكو، فاحنا عندنا الدوبيوتامين ايكو، وممكن كمان تشوف الايفيدنس اوف اسكيميا بالمسح الذري، فبقى عندنا في عندنا اكسرسايز ساليم سكان. تمام، يبقى نعمل ستريس تيست. لو الستريس تيست بوزيتيف فور اسكيميا هنعمل كوروناري انجيوجرافي، لو نيجاتيف فور اسكيميا medical and review other diagnosis. ده الورك اب اللي المفروض تبقى عارف ان ده بيتعمل. طب الميديكال تريتمنت اوف انجينا دكتور خليفه، قلت له بص يا دكتور خليفه انا هكتب لك الروشته دي لو سمحت، هتمشي على اسبرين 75 مللي جرام وانس ديلي، هتمشي على اتورفاستاتين 40 مللي جرام قرص بعد العشاء كاستاتين ليبيد لورنج دراج، تمشي على بيسوبرولول اللي هو بيتا بلوكر 5 مللي جرام وانس ديلي ات مورنينج، وايزوزوربايد داينايتريت 5 مللي جرام سابلينجوال اون نيد. انا طبعا كاتب الاسماء العلميه علشان بس ما يبقاش في كونفليكت اوف انترست، وفالزرتان 160 مللي جرام وانس ديلي، ده انجيوتنسين ريسبتور بلوكر مكان الاملوديبين، يبقى هنا الايس انهبيتور والاربس يفضلوا في العيان الهايبرتنسيف اند اسكيميك هارت ديزيز عن الكالسيوم شان بلوكر زي ما هنعرف، والانسولين ميتفورمين يا دكتور خليفه زي ما انت ماشي عليه. ادي يا سيدي السابلينجوال نايتريتس اون نيد، ده ديورنج اتاك، او لو انت عارف ان المجهود ده بيعمل لك شيست بين فبتاخدها جاست بيفور ذا اكزيرشن النايتريتس. انما اللاينز اوف مانجمنت بتاعتنا، اول حاجه تكنترول الريسك فاكتور، تاني حاجه ميديكيشنز فور سيمتوم ريليف، تالت حاجه ميديكيشنز تو بريفنت الاكيوت كورونري سيندروم، يعني بروفلاكسز اجينست الانستابيليتي. فاكر الرابشر بليك اللي احنا شفناها دي؟ ده بروفلاكسز اجينست الاكيوت كورونري سيندروم. كنترول اوف ريسك فاكتورز عن طريق الدايت اكسرسايز وبقابلني، ويت ريدكشن وبقابلني، ستوب سموكينج وبقابلني، اند كنترول اوف ريسك فاكتورز زي الدايابيتس والهايبرتنشن والديسليبيديم، ده اسمه لايف ستايل موديفيكيشن. والكلاس اوف ريكومنديشن بتاعه في الجايد لاينز كلاس 1، يعني مانداتوري، وبره بيهتموا بالموضوع ده قوي، احنا هنا بنهتم بالتريتمنت وبنفتقد جزء اللايف ستايل والريهابيتيشن. طيب لدرجة ان بره حطوا بروجرام فور سموكينج سيسيشن وسموه 5A، وعاملين تيم هناك علشان نخلي الناس تبطل تدخين، واسك اباوت سموكينج وادفايس تو كوايت واسس الريدنس واسس تو ذا سموكينج، مش عليكم بس انا موريكم ازاي الناس بره عامله بروجرام فور، مش مجرد انت تقول لعين بطل السجاير وكون انسان جديد، لا، في بروجرام، البروجرام دوت علشان يخلي العيان يوقف تدخين. الحتة دي مش عليكوا كطلبة سنة خمسة، ولكن تقدر تاخدها سكرين شوت لو في حد من قرايبك معارفك بيقول لك طب انا يا دكتور عايز امشي على نظام غذائي صحي، انا مريض قلب وعايز امشي على نظام غذائي صحي، امشي ازاي؟ السلايد دي هتفيدك قوي، ان انت تزود الفروتس والفيجيتابلز، الول جرين، الحبه الكامله، مودريت كونسامشن اوف ناتس، السمك مره مرتين في الاسبوع، قلل اللحمه والفات ديري برودكت، الساتوريتد فات خليها قليله، الانساتوريتد فات
وهكذا. الملح اقل من 5 6 جرام، مش عليك الارقام دي كسنة 5، بس انا جايبها لك كدكتور، خدها سكرين شوت، لو حد سألك اطلع بالموبايل وايه واقراها على طول. تاني كاتيجوري سيمتوم ريليف، والسيمتوم ريليف بيشمل شورت اكتنج نايتريتس سابلينجوال زائد زائد ايه، في عندي فيرست انت انجينال دراجز، وفي عندي سكند لاين انت انجينال دراجز. الفيرست لاين بيتا بلوكر والكالسيوم شان بلوكر، يعني بيتا بلوكر او كالسيوم شان بلوكر. سكند لاين ان انت تخش بلونج اكتنج نايتريتس او نيكورانديل او ايفابرادين او رانولازين او تريميتازيدين، خزعبلات هنقولها دلوقتي. عشان كده الدكتور خليفه كتبنا له البيسوبرولول بيتا بلوكر، وكتب لنا الايزوزوربايد داينايتريت سابلينجوال، يبقى كتبنا له شورت اكتنج نايتريت وبيسوبرولول اللي هو ايه بيتا بلوكر اند شورت اكتنج نايتريت. وفي عندنا ادويه هتمنع الاكيوت كورونا سيندروم، واحد الانتي بليتلتس، عشان كده كتبنا الدكتور خليفه اسبرين 75 مللي جرام وانس ديلي. ليبيد لورينج دراجز، عشان كده كتبنا للدكتور خليفه اتورفاستاتين 40 مللي جرام ياخده بالليل بعد العشاء. ومن الحاجات اللي بتعمل بريفنشن الاكيوت كورونري سندروم، بس بديها مع اذر انديكيشن، الاس والاربس لو مريض انجينا وهايبرتنسيف زي الدكتور خليفه، عشان كده وقفنا له الاملودبين وادينا له فالزرتان. زي دايابيتس بيشنت هيستفاد من الاس او الاربس، هارت فيلير، ايرلي رينال ديسفانكشن، او هيستوري اوف ميوكاردال انفاركشن، الخمسه دول مطلوب ان انت تديهم ايس او اربس ك لاين اوف تريتمنت من الانجينا. لو ما فيش الخمسه دي وانجينا بس ما تكتبش اس انهيبيتور. الانتي بليتلتس اللي عندنا يا جماعه الاسبرين ده رقم واحد، وده اللي بيشتغل على السايكلو اوكسجينيز ريسبتور. في كاتيجوري تاني بيشتغل على ريسبتور اسمها البي 2 واي 12 ريسبتور، البي 2 واي 12 ريسبتور اللي هي بتعمل اي دي بي ديبندنت اكتيفيشن للجلايكوبروتين 2 بي اند 3 اي، ده الريسبتور النهائيه اللي بيحصل عليها بليتلت اجريجيشن والكلام ده كله. مين اللي بيشتغل على البي 2 واي 12 ريسبتور؟ الكلوبيدوجريل، ده الدواء القديم الاصيل، والتيكا جريلور اللي هو الدواء الجديد، وفي عندنا التيكلوبيدين، وعندنا البراشو جريل. يبقى الكلوبيدو جريل، تيكا جريلور مش مكتوب هنا لان التيكا جريلور يعني ايه ليه كاتيجوري تاني، بس هو بيشتغل على الريسبتور دي، تيكلوبيدين والبراشو جريل. طب التيكلوبيدين حد بيستخدمه؟ لا. البراشو جريل موجود في مصر؟ لا. اللي موجود في مصر هما اتنين، الكلوبيدو جريل والتيكا جريلور. وانت بقى ايه من الهومورك التاني، خش كده دعبس على النت ايه الاسم التجاري اللي موجود في مصر الافيلابل من الكلوبيدو جريل والتيكا جريلور وبعتلي، تمام؟ علشان انا اقول لك بقى ايه الجرعه بينه وبينك كده اللي هتلود بها عيان الميوكارديال انفاركشن. في عندنا الدايبيريدامول، ده من الانتي بليتلت، بس اللي احنا بنستخدمه اسبرين والكلوبيدوجريل والتيك اجريلور. امال في حاجات بتشتغل بقى على الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي، ودي بتتخذ انترافينوس زي الابسيكسيماب ابتي فيباتايد اند تايروفيبان، وموجودين في السوق فايلز، بس علشان بيتاخدوا انترافينوس فبنستخدمهم في سيتويشنز معينه في المايوكارديال انفاركشن جوه القسطره، فاركن دول على جنب دلوقتي. بس انت عارف ايه هي الانتي بليتلت ثيرابي. بس في الاستيبل انجينا هنستخدم اسبرين، لو في مشاكل منه هنستخدم الكلوبيدوجريل. فقال لك الاسبرين هيستخدم لكل المرضى انليس كونترا انديكيتد، لو في اليرجي ازمه منه او جي اي تي بليدنج. لو الاسبرين انتولرانس واسبرين اليرجي هنستخدم كلوبيدوجريل، يعني لو في الرجي من الاسبرين هنستخدم كلوبيدوجريل. لو دخل في بليدنج واديت بي بي اي بروتون بامب انهبيترز وستيل بيشتكي من بيبتيك السر، وقف الاسبرين وادي مكانه الكلوبيدوجريل. يوجوالي الدوز بتاعت الاسبرين من 75 ل 150 مللي جرام لو هيتاخد مونو سيرابي،
انما لو دول انتي بليتلت هيتاخد اب تو 100 مللي جرام. يعني لو لقيت واحد جارك ماشي على كلوبيدوجريل 75 اسبرين 150، قول له لا هات الاسبرين 100 او خد 75 بس مع الكلوبيدوجريل. الستاتينز واتعمل عليها ستادز رهيبه فور بريفنشن اوف كارديو فاسكولار ديسيز، ولقيوا ان حجم الاسيرومتاس بلاك نفسه بيقل والستينوزس بيقل مع اللونج تيرم فولو اب. فكل العيانين بتوع الاستيبل كورونا ارتري ديزيز هيمشوا على ستاتينز انليس كونترا انديكيت. كونترا انديكيت معناها ايه؟ اكتيف ليفر ديسيز، يعني الليفر انزايم في السم. مش واحد عنده هيباتيتس سي والليفر انزايمز بتاعته كويسه، هيباتيتس سي ده مش كونترا انديكيشن، انما الكونترا انديكيشن الليفر يبقى فيه هيباتيتس، يبقى الليفر انزايم عاليه. طب مين اللي بيستخدم؟ اتورفاستاتين، روزوفاستاتين، سيمفاستاتين. والاتورفا والروزوفا هم دول اللي عليهم العين. طيب عيان خد ستاتنز، حد كده يفكرني الستاتنز كانت بتشتغل ازاي؟ ايوه شاطر يا دكتور، بتشتغل على الاتش ام جي كو اي ريدكتيز اللي هو الانزيم اللي بيصنع الكوليسترول. فانت اما كده انت بتمنع تصنيع الكوليسترول. طيب هنعمل مونيتورنج الستاتين ازاي؟ ما انت اصلا مدي ستاتين ليه؟ عشان تظبط الليبيد بروفايل. فتو مونيتور الافكتيفنس هتتابع الليبيد بروفايل. عشان تتابع التوكسيستي، هو بيأثر على العضلات وعلى الكبد، فهتتابع الليفر فانكشن تيست، وهتتابع الكرياتين كايناز لو المريض دخل في ماسكلو سكليتال سيمتومز. لو ما دخلش ما تعملش، انما اللي بيتعمل روتين هو الليفر فانكشن تيست. انما الكرياتين كايناز لو دخل في مايوباسي اعمل، ما دخلش خلاص. تمام. والستاتينز ده لايف لونج تريتمنت، ده ما فيهوش هزار. البيتا بلوكرز، البيتا بلوكرز بديها فور سيمتوم ريليف. ليه؟ اصل البيتا بلوكر دي نيجاتيف انوتروبيك وبتقلل الهارت ريت، فبتقلل الاكسجين ديموند. وقال لك المريض الاسكيميك هارت ديسيز ده خلي دايما الهارت ريت بتاعه ريستنج من 60 ل 70. البيتا بلوكرز دي ليها بروتكتيف افكت كمان، لانها بتقلل السمباثيتك درايف على القلب. طب هي بتشتغل ازاي؟ تقلل الكونتراكتيليتي، تقلل الهارت ريت، تقلل الاكسجين ديماند. هي ما بتعملش كروناري فازو دايليتيشن، ده كمان بتعمل فازو كونستريكشن في بعض الناس السسبتبل. عشان كده لو العيان انت شاكك ان هو فازو سباستيك انجينا، ابسوليوت كونترا انديكيشن ان انت تدي فيه بيتا بلوكرز. بيتا بلوكرز كونترا انديكيتد ان فازو سباستيك انجينا، ولكنها انديكيتد كفيرست لاين انت انجينال دراجز في الاثيروسكلروتيك كوروناري ارتري ديسيز. البيتا بلوكرز كونترا انديكيتد في العيان الازمه. وخلي بالك بقى معلومه ليك، ان البيتا بلوكرز ليها جريدز اوف سيلكتيفيتي على البيتا 1 ريسبتور. احنا عندنا بيتا 1 بتاعت القلب، وبيتا 2 اللي موجوده في الحتت التانيه زي اللنج والبريفرال فاسكوليتشر. يعني مثلا الكارفيدولول ده اقل واحد في السلكتيفيتي، طبعا البروبرانولول ده نون سلكتيف خالص. انا بتكلم على السلكتيف بيتا 1. سلكتيف بيتا 1 بلوكر الكارفيدولول ده اقلهم في السلكتيفيتي. البيسوبرولول ده انترميديت، اعلى واحد في السلكتيفيتي هو النيبيفيلول، لدرجه ان لو عيان ازماتيك او عنده سي او بي دي وعايز تدي فيه بيتا بلوكرز، ممكن تعمل ترايل للنيبي فيلول، لان ده الهايست سيلكتيف بيتا بلوك. سيفير بريفرال فاسكولار ديسيز، الهارت بلوك والبرادي كارديا، هايبوتنشن، ده كلهم كونترا انديكيشن للبيتا بلوكرز. والدوز هنا اللي بيحددها هو التارجت هارت ريت بتاعك. يعني وصل التارجت هارت ريت خلاص زي الفل، 50 ل 60، من 60 ل 70 زي الفل. البلاد بريشر مظبوط، ما وقعش خلاص انت زي الفل. التوكسيستي طبعا ان انت ايه السايد افكت، انت دايما تلاقي عيان بيشتكي من كولد اكستريميتيز، يقول لك بقيت بشتكي من كوابيس. وركز تحت الكوابيس دي، لان الشعب كله ماشي على كركور، ماشي على بيتا بلوكرز، يقول لك انا بشتكي من كوابيس كتير، فاتيج، امبوتنس، العلاقه بيني وبين مراتي اليومين دول كده متوتره، ويز، تزييقه في صدري لو هو ازماتيك، دي كلها سايد افكت للبيتا بلوكرز. كالسيوم شان بلوكرز في منها كاتيجوري كبير جدا، ولكن هي في منها نوعين. في نوع داي هايدروبيريدين كالسيوم شان بلوكر، وده
بيعمل كورونري فازو دايلاتيشن وبيقلل الافتر لود على القلب ويقلل الاكسجين ديماند. وفي نان دايهايدروبيريدين كالسيوم شان بلوكر. الدايهايدروبيريدين زي مين؟ زي الاملوديبين اللي الدكتور خليفه كان ماشي عليه. النان دايهايدروبيريدين كالسيوم شان بلوكر دول زي الفيروباميل والالتيازم، هم ليهم فازو دايليتور افكت على الكورونري، تمام، لدرجة ان الفيروباميل دي ساعات بنستخدمها انترا كورونري في الحالات اللي بيحصل فيها كومبليكيشن جوه القسطرة. وكمان بيقللوا الكونتراكتيليتي ويقللوا الاكسجين ديماند. طب هسألك سؤال، لو انت عايز تدي عيان انجينا دايهايدرو بايريدين كالسيوم شان بلوكر تدي معاه ايه؟ برافو عليك، تدي معاه بيتا بلوكر. ليه؟ لانه هيعمل هايبوتنشن فيعمل ريفلكس تاكي كارديا، فانت تبقى مسيف نفسك اجينست الريفلكس تاكي كارديا. انما النان دايهايدروبيريدين كالسيوم شان بلوكر ده هيقلل الكونتراكتيليتي، بس في نفس الوقت هو بيقلل الهارت ريت، فانت مش خايف من ريفلكس تاكي كارديا. السايد افكت، الفازو دايليتور كالسيوم شان بلوكر تعمل هيدك وفلاش وتاكي كارديا. تاكي كارديا عشان كده بتدي بيتا بلوكرز، وانكل اديما والشورت اكتن يعمل ريفلكس تاكي كارديا، ممكن يعمل لي انجينا مايكارديال انفاركشن. انما النان دايهايدروبيريدين كالسيوم شان بلوكر الفيروباميل من الحاجات المشهوره معاك كونستيبيشن، وطبعا هم عشان بيقللوا الهارت ريت ممكن يدخل عين في هارت بلوك، وعشان نيجاتيف انتو بولك ممكن يعمل هارت فيلير. عشان كده الفيروباميل والدلتيزم ممنوعين في العيان اللي عنده سيستوليك ديسفانكشن. النايتريتس، اللونج اكتنج نايتريتس ممكن تستخدمها كلزقه، ممكن تستخدمها كاورال، ممكن تستخدمها كبسولات، ولكن خلي بالك ان انت لازم تعمل فري بيريود من نايتريتس 8 ساعات. هي بتعمل فازو دايلاتيشن وفينو دايلاتيشن، فبتعمل بتزود السبلاي وبتقلل الديماند عن طريق انها بتقلل اللود على القلب، ان كان البري لود عن طريق الفينو دايلاتيشن او الافتر لود عن طريق الارتيريال فازو دايلاتيشن. وهي عشان فازو دايلاتيشن فبتعمل سايد افكت زي التاكيكارديا، هايبوتنشن، هيدك، فلاش، تولرانس، وبيتعود عليه التولرانس ده يعني الافكت بتاعها هيقل. فعشان كده لازم يوميا يبقى فيه نايتريت فري بيريود تو افويد التولرانس ومن السايد افكت الميت هيموجلوبينيميا. النيكورانديل بقى، نيكورانديل ده احد النيو انتي انجينال دراجز، زي النيتريت كده، بيشتغل زي النيتريت على البوتاسيوم تشانلز، هو بوتاسيوم تشانل اوبنر، وبيعمل فازو دايلاتيشن، ومن السايد افكت بتاعته فلاش، بالبيتيشن، ويكنس، فوميتنج. ومهم قوي تعرف ان من السايد افكت بتاعته بيعمل السريشنز بري انال اليال بري اوست، يعني ايه بيعمل السريشنز النيكورانديل. الايفابرادين، الايفابرادين ده بيشتغل على الفاني صوديوم تشانلز. ايه يا عم الفاني صوديوم تشانلز دي؟ قال لك بيشتغل على الاس اي نود بس. يعني البيتا بلوكرز بتشتغل تعمل نيجاتيف انوتروبيك وتقلل الهارت ريت، انما الايفابرادين يقلل الهارت ريت ما يقللش الكونتراكتيليتي. فقال لك ده بوسيبل الترناتيف للبيتا بلوكر او الريت ليميتنج كالسيوم شان بلوكر فور ريت كنترول لو التانيين كونترا انديكيتد. يعني مثلا عيان ازماتيك وعنده سيستوليك ديسفانكشن وانت خايف تديله بيتا بلوكر وخايف تديله كالسيوم شان بلوكر وعايز تقلله الهارت ريت، تعمل ايه؟ اديله ايفابرادين. بس الصوديوم تشانلز الفاني دي موجوده في الاس انود وموجوده في العين، عشان كده ممكن يعمل فيجوال ديستربنس وبيتاثر بيه السيتوكروم انتر اكشنز. طب الرانولازين، قال لك ان الرانولازين بيشتغل على الليت صوديوم كارنت، على الليت صوديوم كارنت، فبيقلل التنشن في الهارت وول ويقلل الاكسجين ريكويرمنت فور ذا ماسل. طب الرانولازين ده السايد افكت بتاعته ايه؟ ديزينس، سباينينج سنسيشن، نوزيا، فوميتنج، ستومك بين، كونستيبيشن، هيدك، دراي ماوس. كل ده ممكن يحصل من الرانولازين. الترايميتازيدين ده موجود في السوق وبيتكتب للمرضى
وده الهدف بتاعه ان هو يحسن البنزين بتاع القلب. يعني بدل ما البنزين بتاع القلب كان الفاتي اسيد والميتابولايتس بتاعته كتيرة، بيقلل الفاتي اسيد اوكسيديشن ويزود الكربوهيدرات يوتيلايزيشن، يعني بينظف البنزين شوية فالميتابولايتس بتقل، فبالتالي المريض الانجينا سيمتومز بتاعته هتقل، ولكن بيعمل هيدك ونوزيا وفومتنج وبين وفتيك. العيان اديته ميديكال مانجمنت وما استريحش، ستيل بيجيله شيست بين، يبقى المفروض ان انت تعمل له قسطره. القسطره دي بنعملها ازاي بقى يا شباب؟ قال لك ان احنا بندخل بالقسطره دي من يمتين، يا اما ندخل فيمورال ارتري يا اما ندخل ريديال ارتري علشان نمشي ريتروجريد. شوف هتشوف دلوقتي القسطره وهي داخله من دراع المريض، احنا عايزين نوصل للكوروناري ارتري. نوصل الكورونري ارتري ازاي؟ علشان نشوف الليجن ده ونصلحه، اللي هي الانجيوبلاستي بروسيدور، تقريبا بتاخد من 30 دقيقة ل 3 ساعات. الفيديو ده بس الهدف منه ان انتم تبقى متخيل القسطرة دي بتعمل ازاي. ناس كتير مش فاهمة القسطرة دي بتتحصل ازاي. بنخش بوحدة الادخال بتاعتنا من الراديال ارتري، وبندخل بالقسطرة بتاعتنا في الشرايين ريتروجريدلي لغاية لما نوصل للأورطة، والأورطة ده هو اللي طالع من جنبه الكوروناري ارترز. ما الكوروناري ارترز طالع منين؟ من الروت اوف اسندنج اورت. واول ما بنوصل عند هناك نروح داخلين بالقسطرة جوه الكوروناري ارتر على البوز بتاعه كده، ونبدأ ان احنا نحقن صبغة ونصور الصبغة دي بالقسطرة علشان نشوف الفيلنج ديفكت ده هو، ونقول ان في ليجن. ده البلوك، يعني الصبغه كلها ماليه الشريان وفي هنا عندي ليجن في الشريان. طب لقيت ليجن اعمل ايه؟ اروح جايب سلك، احنا شغل مجاري وتسليك، اروح جايب سلك معديه من الليجن، واروح جايب بالونه معديها، وانفخ البالونه جرادوال كده علشان اعمل توسيع للليجن. كانوا زمان بيكتفوا بالتوسيع بتاع البالون، بس لقيوا ان الليجن بعد التوسيع بالبالونه بيرجع يضيق تاني، فقال لك ايه؟ طب خلاص احنا نوسع بالبالونه وبعد كده ندخل نحط الدعامه. ايه الدعامه دي؟ الدعامه دي حاجه معدن هتوسع اجينست البلاك وتوسع للارتري وتمنع الفاسكولار ريكويل بتاع الاسيرومتاس بليك. برضو بتدخل على سلك مرشد، شايف الدعامه داخله اهيت، الدعامه بتبقى مولدد على البالونه، البالونه تتنفخ بتروح نفخه الدعامه، البالونه تفس بس الدعامه لسه ايه؟ لسه ديبلويد. شايف؟ نفخ اهوت، وسع الشريان، فس الدعامه، فس يا بيه، اسحب يا بيه البالونه، الشريان كده الحمد لله استعاد القطر بتاعه مره تانيه. تمام؟ طيب هل ده العلاج الوحيد؟ لا، في عندنا القلب المفتوح. هو ايه القلب المفتوح ده يا سيدي؟ القلب المفتوح ان بعض الحالات الكومبلكس اللي بيبقى فيه مالتي فيزل ديسيز او ليفت مين ديسيز، بندخل جوه القلب بقى، نفتح الصدر كده ونفتح الاسترنوتومي ميديان استرنوتومي، وناخد جرافتات يا اما من السافينس فين يا اما من الريديال ارتري، ونروح نوصلها. نوصل فين بقى؟ نوصل من الاورطة لبعد الليجن، يبقى كأن عملت باي باس للليجن. كان الناس كانت قبل كده فاكرة ان انت بتوصل من قبل لبعد الليجن، لا، انت بتوصل من الاورطة لبعد الليجن. تمام؟ في شريان تاني كده اسمه الانترنال ماماري ارتري، ده موجود في الصدر ملوش اي لازمة كده، في ساعات بيروح قصينه ومستخدمينه في الليفت سيستم بعد الليجن. يبقى انا وصلت جرافت سافنس فينس جرافت على الرايت كوروناري، ووصلت الليفت انترنال ماماري ارتري على الليفت انتيريور ديسندنج ارتري. طب ايه الدراج دراج انتر اكشنز اللي ممكن تحصل لمريض زود؟ بقول لك الاوميبرازول كبروتون بامب انهبيتور بيقلل مفعول الكلوبيدوجريل، فانت ما تعمل لهمش كومباينيشن مع بعض. ايه تاني؟ الستاتينز ده ليبيد لورنج دراج، والفايبريتس ليبيد لورنج دراجز، ما ينفعش تعمل لهم كومباينيشن ويز ايتش اذر. ليه يا دكتور؟
لان بيزود الريسك اوف رابدوميوليسيس. رقم اتنين. رقم ثلاثة، لو مريض كان ماشي بتاعك على ديجوكسين ما ينفعش تحط معاه نان دايهيدروبيريدين كالسيوم شان بلوكرز عشان الريسك اوف هارت بلوك، وما ينفعش تضيف بيتا بلوكر على نان دايهيدروبيريدين كالسيوم شان بلوكرز. طب لو عايز تدي بيتا بلوكر وكالسيوم شان بلوكرز يبقى ادي فازو دايليتور كالسيوم شان بلوكر املودبين مع بيتا بلوكر كده تمام. ايه تاني البريكوشنز المهمة في الشعب المصري؟ السلدينافيل والنايتريتس. لو انت هتاخد سلدينافيل ما ينفعش تكون واخد نايتريتس في اخر 24 ساعة، ولو كان لونج اكتنج يبقى اخر 48 ساعة. يعني هتاخد نايتريتس ما تبقاش واخد سلدينافيل اخر 24 ساعة، تاخد سلدينافيل ما تاخدش وهكذا، يعني يبقى في جاب بين الاتنين، لان الاتنين مع بعض هيعملوا بروفاوند هايبوتنشن. كده يا جماعة خلصنا كل اللي احنا عايزين نعرفه عن الاستيبل كوروناري ارتري ديزيز. عرفنا يعني ايه انجينا، عرفنا ايه الاسباب، ايه الريسك فاكتورز، ايه الباثوجينيسيس اوف كوروناري ارتري ديزيز، البرزنتيشن بتاعه ازاي، عملنا ايه انفستيجيشنز عشان نعرف الريسك فاكتورز ونعرف الدايجنوز الاسكيميك هارت ديزيز، نعمل ورك اب ازاي، عالجناه ميديكال لايف ستايل موديفيكيشن سيمتوم ريليف وبريفنشن اوف اكيوت كورونري سيندروم، ما استجابش رحنا داخلين عاملين كورونري انجيوجرافي، وعلى حسب الكومبلكستي اوف كورونري ارت ديزيز هنفكس الليجن بالقسطره او نفكس الليجن باوبن هارت ديزيز. كده خلصنا. اللي عنده اي سؤال يبعتهولي على الواتس، يبعتهولي على الفيسبوك، على الايميل، انا تحت امركم في اي وقت، والمحاضره دي موجوده على التشانل في اليوتيوب في اي وقت ممكن ترجعوا لها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.